وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن